يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من الجمهور الذين وصلت أعدادهم حتى اليوم الثامن من فعاليته لأكثر من 1.5 مليون زائر. وتتنافس العديد من دور النشر على تقديم عروض وتخفيضات لشراء الكتب بأسعار مخفضة وسط مشاركة لأكثر من 1000 ناشر مصري وعربي وأجنبي. إنما يخطه قلمك سيعيش أبد الدهر، هذا ما قاله الحكيم المصري سنب حتب حين تحدث عن الكتب، وهو أيضا ما كتب على حوائط جناح الهيئة العامة للكتاب المصري، وتراه فور دخولك معرض الكتاب في نسخته 54، ويشارك فيه 53 دولة و1074 ناشرا. الهيئة العامة للسلامات بتقدم السنة دي مجموعة إصدارات مميزة تهدف إلى نشر الوعي ومناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية. عندنا إصدارات مصر وقضايا المناخ 3 أجزاء، عندنا قناة السويس الماضي والحاضر والمستقبل، بتحكي تاريخ إنشاء قناة السويس من سنة 1869 حتى 2019، كل التطورات اللي حصلت في قناة السويس. احنا بنقدم هنا دورنا خلال المجتمع اللي هو توضيح العلوم، توضيح الحلول من الباحثين مش من اي حد تاني. كمان احنا هنا بنقدم الكتب اللي هنا الدكاترة وباحثين متخصصين في المجال، سواء كان في اي مجال بقى خاص من اقسام المعهد. احنا كمان بنقدم الكتب هنا بسعر التكلفة. النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني لما نجد اقبال شديد جدا من الشباب وخاصة شباب البرلمان، فده يبقى شيء كويس جدا وده تأكيد للثقافة موجودة. تناول المعرض خلال جلساته في يومه الثامن قضايا الهوية وتاريخ كفاح المرأة والتعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب ثقافيا، بالإضافة لتشكيلة متنوعة من الكتب التي تباع بأسعار مخفضة تصل لخمسة جنيهات فقط. الدورة دي أنا شايف إنه في مبادرات جميلة جدا سواء من وزارة الثقافة زي مثلا الهيئة العامة المصرية عاملة كتب مخفضة جدا، وفي برضو مبادرة الثقافة والفن للجميع. أنا أول مرة دي أجي المعرض، وأكتر حاجة عجبتني اللي في كتب بتتكلم عن الرياضة. بحب الروايات، باجي عشان أقرأ روايات. بحب الكتب النفسية، هي أول مرة ليا في المعرض بس المعرض تحفة جداً. كان معرض الكتاب قد استقبل خلال السبعة أيام الأولى ما يقرب من 1.5 مليون زائر جاءوا لينهلوا من كنوزه، ويؤكدوا على شعاره معا نقرأ نفكر ونبدع. قاعة ثرية بشتى أنواع المعرفة، كتب ورموز وقامات مصرية وعربية وفعاليات متنوعة تجدها في معرض الكتاب في نسخته 54، والذي يعد أحد أكبر التجمعات الثقافية على مستوى العالم. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.